دي للشعر هيا واركعي 70 ركعة وارفعي كلتا يديك بالدعاء واطلبي مني لقاء. توقعت لو قاعد دكتور. أول قصيدة كتبتها في هذه البلاد وأنا تقريبا صار لي 3 سنوات وكم يوم. فأول قصيدة وجاءت عاصفة ثلجية من عواصف ميشيغان المشهودة في عام 2016، فكانت هذه القصيدة التي ألقيها لأول مرة وأطلق لها العنان: عبث لا أنصح بقراءته ولا أنصح بسماعه فتحملوني. ليل وعاصفة الثلوج الباردة وبنات فكري في المنافي شاردة، ولهيب حزن في الفؤاد وحسرة ودموع شوق بالمآسي حاشدة. لا شعر عندي لا حروف أصوغها، وسألت نفسي حائرا ما الفائدة من نظم شعر عابث في غربة من صوت آه للمنايا قاصدة. من بحر حب ظامئ في قلبه نبض ويعبث بالمياه الراكدة، من عطر زهر ذابل رغم الندى يذوي وتحضنه الطيور العائدة. لتضيع أيام الشباب وحلمنا نمشي على جمر الأسى لنطارده، أبكي ويأخذني الحنين لموطني، أبكي ويأخذني الحنين لموطني، وكأنني أم اليتامى الفاقدة. هذا الفراق كطعنة في خافقي، تجري الدماء وتصيح إني شاهدة. إن الذي ترك الديار وأهله في قلبه كل المواجع خالدة، إن الغريب حمامة مذبوحة ولذبحها كل الخلائق حاسدة، ولذبحها كل الخلائق حاسدة. والسلام عليكم.